الحروب المتتالية في العراق والفقر خلفا الكثير من الأيتام الذين ربما يصل عددهم بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 3 ملايين طفل، أغلبهم يعاني إهمالاً حكومياً، فهذا يئن من الحرمان وذاك يتوسد حجارة خشنة لينام، وآخر يستجدي أو يغرق بين تلال القمامة باحثاً عما يبيع أو يأكل، وكلها بالتالي تؤدي إلى الكثير من التعقيدات النفسية والاجتماعية. المنظمات المجتمعية في كربلاء ومنها مؤسسة السراج المنير دأبت على مساندة الأيتام، ومنهم أولئك الذين استشهد آباؤهم في الحرب ضد الإرهاب ممن ينتمون إلى القوات الأمنية والحشد الشعبي، وعلى مدار أيام الشهر الكريم قدمت لهم ولعوائلهم وجبات الإفطار عرفاناً لهم بالجميل. مؤسسة السراج المنير الخيرية مؤسسة ترعى كثير من عوائل الأيتام الحشد الشعبي والقوات الأمنية وغيرهم. بلغ لحد الآن لدى هذه المؤسسة المباركة أكثر من 150 يتيم، بالإضافة إلى ذلك هناك عوائل من العوائل المتعففة. واجب المؤسسة تجاه هؤلاء الأيتام أبطال الحشد الشعبي، أبناء أبطال الحشد الشعبي، المؤسسة بالحقيقة ترعاهم من الناحية المادية، بالإضافة إلى ذلك من الناحية المعنوية كإقامة الدروس وعقد الندوات لهم ولأمهاتهم أيضا. مواطنون كربلائيون ثمنوا هذه الخطوة التي جاءت في وقت تتهرب فيه الحكومة المحلية والمركزية من مسؤوليتها هؤلاء الأيتام. حقيقة مبادرة تثلج القلب ذكرهم لهذه الشريحة اللي ما نقدر نقول مظلومة لكنه شبه المنسية مع الأسف، يعني بركة الفتوى، فتوى المرجعية المباركة اللي أسست إن هذه المؤسسة مؤسسة الحشد الشعبي واللي راح بيها شهداء وضحايا وحقيقة من الجرحى الكثير، وخلفوا هذه الأيتام الأطفال اللي مثل الورود، يعني أطفال وبنات، ويعني يمكن المؤسسة بادرت فد شيء بسيط اللي المفروض أن تقوم بمؤسسات أخرى والحكومة العراقية تهتم بهذا الموضوع. تقوم مؤسسة السراج المنير بالتعاون مع عدد من المؤمنين والشركات الخيرة بتقديم المساعدات ووجبة إفطار لعوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية والعوائل الفقيرة المتعففة. مثل ما تعرفون الحكومة عزت عن يعني دعمهم هذا الشريحة الكبيرة. هؤلاء الأيتام هم بنات مستقبل العراق المقبل، ولهذا فعل الحكومة العراقية إلى بعض الاهتمام بهم، فلولا أباؤهم ما طرد الإرهاب من العراق.